وافتتح في العاصمة الأردنية عمان البزار الدبلوماسي السنوي الذي يعود ريعه لدعم الشريحة المحرومة، حيث كان الجناح العراقي متميزا بكبر مساحته وموقعه، والذي أصبح محط أنظار جميع الزوار وخاصة الجالية العراقية المتواجدة في عمان، متضمنا القديم وأصالة وعراقة البلد بمعروضاته ومنتوجاته القيم التي نالت إعجاب الزوار قاطبة. أنا أسوي شمع، وهاي أول مشاركة لي بالبازار سلك الدبلوماسي. الشموع اللي أسويها لها طابع عراقي، يعني من الحروف المسمارية، من السبع عيون، من مثلا يعني أشياء لها علاقة بالتاريخ العراقي، السومري، البابلي، مثلث حمورابي، ومثلا القباب البغدادية. بالنسبة لي أنا اكسسوارات، وحاولت أستخدم الاكسسوارات إنه السبع عيون البغدادية الأصلية جبتها من بغداد خصيصاً، لأن هواية ما شاء الله طلب عليها حتى من الأردنيين، يعني مو بس من العراقيين. الأقبال كلش كلش حلو، يعني ما شاء الله إنه إذا عراقيين أو عرب أو أجانب، الحمد لله. قد أوعدت السفارة لبعض من الجالية العراقية من مطاعم وكذلك من فنانين ومثقفين بالمشاركة بمساهماتهم، وحقيقة كان أنه الإقبال على الجناح العراقي للفنانة ياد العبيدي كان إقبال حقيقة يعني ملفت النظر. أهلا وسهلا بكم بقناة الرشيد. طبعا وكل سنة لي نفس المشاركة، تدعوني سفارة العراقية أمثل الجناح العراقي بالإكسسوارات، بس هالمرة مو بلوحاتي كفنانة تشكيلية، لا بالإكسسوارات اللي أصنعها أنا بداية يدويا. والفرصة كلش حلوة أنه نلتقي بثقافات متعددة وناس وحضارات متعددة، يعني دول وسفارات، ومثل ما بدأت تشوف يعني الإقبال على الجناح العراقي بشكل مو طبيعي مذهل. يعني أنا ما أقدر أوقف لي ولا دقيقة، يمكن حتى ما أقدر أشرب هالقدتها مي يعني. فالحمد لله وشكرا، أكو ناس تعرفني جاية يعني مخصوص، يعرفوني قبل كم سنة، يجوني علي كل سنة يدورون جناح العراق ويجون على شغلي. شارك في هذا المعرض 51 هيئة دبلوماسية ودولية، وفي كل عام تقوم الهيئات الدبلوماسية والاجتماعية بالإعداد لهذا البزار الذي يعزز الجانب الإنساني والاجتماعي بين أعضاء السلك الدبلوماسي والجالية المقيمة في الأردن. احنا مشاركتنا طبعا نفس كل سنه نشارك بازار مبادره ام الحسين عشان نساعد طبعا الايتام، ومثل ما انت شايف نعرض عن تراثنا، منتجات كويتيه كلها. طبعا هي اكثر شيء يعني تشهر في الكويت من درابيل وحلوى سمسميه، الاثواب الكويتيه، يعني هالاشياء اللي تتميز فيها دوله الكويت. تضمن البزار العديد من الأعمال اليدوية والحرفية التي تشتهر بها البلدان المشاركة، حيث ضم البزار تحف ولوحات فنية. من العاصمة الأردنية عمان، غسان عدنان، قناة الرشيد الفضائية.